تفيد جميع المستمعات باهم النصائح في كل ما كيتعلق بالتغذيه. صباح الخير اسماء عواش، مبروك في الصحه والسلامه ان شاء الله. الله يبارك فيك بالصحه والسلامه على جميع المستمعين يا ربي امين. اليوم غادي نتكلموا معاك ونتعرفوا على شنو هي الاستعدادات من حيث التغذيه للشهر ديال رمضان، وكذلك شنو هي السلوكات الغذائيه الخاطئه، لانه اكيد كنقوموا بالعديد من السلوكات الخاطئه اللي ممكن تاثر على الصحه ديالنا، ما كتبقاش غير سلوكات كنخطئوا فيها وانما ممكن على انه تاثر على الصحه ديالنا. فاسابيع قليله كتحصلنا على الشهر ديال الصيام ان شاء الله، والله يبلغنا رمضان بالصحه ويرزقنا البركه والرحمه ان شاء الله. وخصوصا وانه الشهر ديال رمضان غادي يجي في الصيف، الجو سخون، الحراره مفرطه، فهو بصراحه واخا الحمد لله ربي يعني تينزل علينا الصبر والتحمل ان شاء الله والرحمه، غير هو ما فيها باس نعرفوا بعض الاحتياطات اللي ممكن ناخذهم في شهر ديال رمضان، وخصوصا الى غادي يجي في الصيف. كيجينا العطش، كيجينا الجوع، تقريبا ان شاء الله غادي نصوموا شي 14 ولا 15 ساعه، فراه ماشي شي حاجه اللي هي سهله الحمد لله. فشنو كيفاش ممكن نساعدوا نفسنا؟ اول حاجه بعدا نبداو على المساله ديال الاستعداد اللي تكلمتي عليها، الاستعداد دابا رمضان. دابا حنا بقى لنا اسابيع قليله على رمضان. اول مشكله يعني كنواجهوها وكنلاحظوا هو ان بعض الناس اللي عندهم حالات خاصه، بحال مثلا مرضى السكري اللي عندهم ارتفاع في الوزن، الناس اللي البنية ديالهم ضعيفة، اللي عندهم مشاكل صحية، كيبقاو جالسين حتى كيبقى سيمانة ولا حتى 3 ايام على رمضان، عاد كيمشي هو يفكر واش غنصوم ولا ما غاديش نصوم، ولا كينوض وكيصوم ما كيتشاور مع حد، كينوض كيمشي تيصوم. فهاد المسألة ديال هذه الاستعداد رمضان اللي تكلمتي عليها مهمة بزاف. علاش؟ لأن كاينين بعض الناس اللي عندهم أمراض وكيبغيو حتى هما يصوموا، وبإمكانهم يصوموا ولكن إلا استعدوا للصيام من قبل. إذا أي واحد مصاب بشي مرض، سواء لي مالادي خونيك يعني الامراض المزمنه، خصوصا امراض القلب، امراض السكري، الامراض السكري النوع الثاني، حنا الامراض السكري النوع الاول في المغرب غالبا ما كيسمحوش لهم يصوموا، ولكن السكري النوع الاول اللي كيعتمد على الانسولين غالبا هادو ما كتسمحش لهم نهائيا انهم يصوموا، عندهم رخصه الافطار، عندهم رخصه نهائيا. ولكن في يعني في دول اخرى، في اماكن اخرى اللي تيكون يعني داك المريض ديال السكري متابع وكيدير يعني عنده واحد المتابعه اللي هي قويه وزعما بجميع الشروط كيقدروا يصوموا، ولكن دائما الطبيب اللي كيتبع عنده هذاك الانسان اللي هو مريض هو اللي كيحدد واش يقدر يصوم ولا ما يصومش. ولكن اللي عندهم السكري النوع الثاني اللي هو كيعتمد على ما كيعتمدش على الانسولين، كيعتمد على اخذ يعني هذوك الكينات ديال السكر، هذوك راه بامكانهم يصوموا، ولكن الا استعدوا ليه، الا كانوا العام كامل السكر عندهم مقاد، كيديروا التحليلات كيلقاو ان السكر مقاد، وواحد الشروط اخرى الطبيب اللي يحددها، يعني ما يكونش وصل لمرحله ديال المضاعفات، يعني مازال ما تقاسلوش العينين، مازال ما عنده حتى شي مضاعفات، هذاك كيسمحوا له انه يصوم. الا كانوا هذوك الناس اللي عادي الله بداهم السكر وباقي ما عنده حتى شي مضاعفات وبغى يصوم، غادي يستشير الطبيب ديالو امتى، واحد 3 ولا 4 الاسابيع قبل هذه الاحسن قبل نعمل بين الاستعدادات ديال شهر رمضان. هي اول حاجه يعني نمشي عند الطبيب نشوف يعني نشوف صحتي كيفاش دايره، حتى اللي يحس براسو ماشي هو هذاك، يعني يحس براسو ان بداتو شي مشاكل هضميه، بدا شي مشاكل يعني مثلا سخفه ديما ولا عيان كتبقى في الوجه، الافضل انه يمشي يدير استشاره طبيه، يمشي استشاره باسابيع قبل ما يبدا يصوم. هذه اول حاجه يعني في الاستعداد ديال رمضان. الاستعداد عاوتاني ديال رمضان هو راه ما كاينش غير استعداد، راه طول العام حنا كنستعدوا رمضان. باش كنستعدوا رمضان هو بالصيام، يعني اللي ما كيصومش العام كامل اما واحد الايامات قبل في شعبان، مثلا كنوجدو بداو نصومو، باش خصوصا كيف ما قلتي دابا هاد العام ماشي هاد الاعوام الاخرى ولا كيجي في يعني في الصيف، ويعني راه الساعات طوال، يعني ماشي من السهل انك تعود عليه من الاول. فاللي كيبغي انه يدوز عليه هذاك رمضان يعني الصيام يكون شي شويه خفيف عليه، خصو يعود نفسه ايام قبل، كيبدا يصوم 2 والخميس ولا ايام هكا مفرقه باش كيبدا يعود نفسه. هذه في الاستعدادات ديال رمضان بصفه عامه. قبل ما ناخذوا المكالمات الهاتفيه ونتعرفوا على كل التساؤلات المستمعين والمستمعات اللي كيتواصلوا معنا دائما سواء عبر المكالمات الهاتفيه ولا عبر الاس ام اس لرقم 5080، نمشيو شويه اسماء للسلوكات
السلوكات الغذائية الخاطئة اللي كنقوموا بها في شهر ديال رمضان وما أكثرها يعني اللي ممكن تأثر على الصحة ديالنا. كنبداو مثلا إلا ناخذوا قلنا إن شاء الله شهر ديال رمضان غادي يجي في الصيف، وفي الغالب يعني قبل ما كنبداو الماكلة كنمشيو غير يعني كنتسناو الفطور مع مائدة الفطور، يعني كنلقاو في الغالبية يعني كنبداو نشربوا العواصر يعني بواحد الشكل اللي هو لانه كيجينا العطش كنبداو نشهوا داك العصير. ربما مثلا كاين اللي ما كيفرق الصيام بالتمر مثلا ولا بالماء، مباشره ياخذ غير تمره ويدخل مثلا في واحد ايترو ولا ايترونس ديال العصير بالشكل ديالو. فعلا شي في رمضان كي اللي كيوقع انه نورمالمون هذاك النهار ديال الصيام، فاللي كيوقع ملي كنشوفو حنايا كنجيو تنحسبو لي شحال خداو هاد الناس ديال الماكله، كتلقى بعض المرات وصلت ل 5000 كالوري، يعني راه واحد الكميه كبيره. من الى هو غادي ياخذها واحد 2000 ولا 2500 كالوري كياخذ 5000 كالوري، يعني حتى الكميه ديال الطاقه والماكله اللي كياخذها كتولي مضاعفه على جوج. هادشي علاش في الغالبيه تنقولوا علاش كنزيدوا في الوزن علاش كنزيدوا بطبيعه الحال الى غادي يجي يشرب هو العصير بحال اللي كيشرب الماء، يقدر الانسان بهذيك اللهفه ديال العطش يشرب حتى يطرد العصير. يطرد العصير راه فيه عرفتي شحال من طوبه ديال السكر كتكون فيه، اربع المرات تتوصل لواحد 10% دو سكريال قليله، ولا بعض المرات يعني واحد الكميه اللي هي كبيره ديال 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 السكر. يعني هاد لي كالوري كنوليو ناكلوهم فاسيلمون بطريقه سهله، في عصير في 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 شباكيه في حليوه، هذاك الشيء كله واخا الحجم ديالو صغير وكيبان لينا غير ما غادي يدوز راه عامر بالطاقه اللي ما كان اللي حنا ما محتاجينهاش. وكيف ما قلتي تنبداو بها هي الاولى، يعني كناخذوا منها بزاف. اذا احسن حاجه هو الانسان يعتدل في الاكل ديالو، هذا مثلا في الفطور باش نبداو. دابا كنعرفوا جينا العطش ان شاء الله، يعني كي دابا حنا السنه دابا حنا السنه اللي كاينه مع الفطور شنو كنحتاجو؟ تنحتاجو واحد السكريات اللي غتطلع لينا المستوى ديال السكر اللي كيكون هابط في الدم، كنحتاجو باش نيدغاتيو باش ترطيب الجسم لانه كيكون نشف. اذا غنفطروا بحبة ديال التمر، ثلاثة التمرات ولا خمسة التمرات كل واحد وجهده، وياخد معاه كاس ديال الماء. هذا أول حاجة، راه إلا خديتي هاد الشيء هذا أنت غتنتعش بلا ما تبقى يعني الإنسان يجي هذاك لاكسي على الماكلة، يدخل في الماكلة طول وعرض. واحد الإنسان يمشي يصلي المعدة كتستعد يعني بالإفرازات ديالها شوية بشوية، يعني شوية بشوية. حتى الماء مثلا ما خصهاش نشربوا بواحد لا يعني حتى في السنة راه يعني سبحان الله راه إلا تبعنا يعني غير السنة راه حتى حاجة ما غادي تصيبنا إن شاء الله. حتى في الشرب راه كاين ثلاثة ديال الجغمات، بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله، ثلاثة جغمات عاد كنشربوا، يعني كتستعد ماشي كنجيو ونديروا بحال ديك الطريقه اللي كتكون في الاعلانات كيجيو كيديرها والانسان تيبقى يشوف والنهار ديال رمضان تيبان لي كيقول غنفطر غندير بحال اللي دار هذا الهادي بحال اللي دار البيب هذاك الليمون مشروب. نعم فعلا، يعني كيف ما قلتي نبداو نفرقوا الصيام بالتميرات وكذلك بالكاس ديال الماء، ونبداو نشربوا جغمه بجغمه حتى كينزل كنعودوا المعده على اننا اساس راه تستقبل الماكله. غادي تماما هادشي اللي كاين، كيف قلتي نرتاحوا شويه عاديك الساعه نبداو تدريجيا. ودي حاجه مهمه بزاف، وانه في الغالب مائده ديال الفطور كتكون منوعه ما بين الملوحه وما بين الحلاوه، فعلى الاقل يعني كتكون واحد تقريبا 3000 حتى 5000 كالوري سعره حراريه اللي كتزيدنا فيها. الليله كامله راه يعني بلا حساب ما كتبقى تحسب حتى كتمل كتقول وفين غادي هاد الناس فين غاديين فهمتي. اذا حنا حتى في الماكله ديالنا راه عندنا واحد في المائده ديالنا عندنا عدد زوينين، حنا ما بقاش نهضروا غير راه الشباكيه خايبه. الشباكيه ماشي خايبه، ولكن راه حنا ملي كنكثروا فيها راه الصيام على ماروكان اذا نسميوه الصيام بالطريقه المغربيه راه هو اللي كيزيد لينا في الوزن في الاخر ديال رمضان. ولا يعني غنصوموا عن طريق بالطريقه ديال السنه راه اللي خص يكون اما الوزن يثبت ولا غادي ينقص واحد الشيء شويه باش نتفاهموا على هذه المساله. المساله اخرى هو ان المكونات ديال الطابله ديالنا خصنا نردوا ليها حتى هي البال. عندنا حنا واحد المكون اللي هو رمضاني بامتياز واللي هو مفيد بزاف 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 للصحه اللي هو الحريره، اللي هو الحريره اللي عنده واحد السمعه سيئه. حنا غادي نتكلموا على كذلك من بين المفاهيم المغلوطه ولا السلوكات الغذائيه، وغادي نتكلموا كذلك على الحريره. غادي ناخذوا المكالمات الهاتفيه وغادي ناخذوا نفتتحوا باول مكالمه معنا حبيبه من تارودانت. الو صباح الخير. صباح النور. كيدايره اخت سناء لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك يا حبيبه.
بارك الله فيك. لبس الحمد لله على البشره. تفضل. الحمد لله بارك الله فيك. عندي لك واحد السؤال الله يخليك. تفضل. انا بعدين الريجيم من شحال هذا كان فيها 75 كيلو ملي الريجيم مده شهرين هذه ولا شهر ونص لقيت فيها 65 كيلو حتى من قبل كاع العيمه الفايضه ما عمرني هبطت لهذا الوزن هذا وخايفه في رمضان حيتاش رمضان ديما كتزاد فيا اكثر من ديك 75 اللي كانت فيها. دابا كنتي 75 وليتي 65 في الظرف ديال شحال؟ ديال شهرين تقريبا ولا شهر ونص. ديال شهرين؟ ولا شهر ونص تقريبا. شهرين ولا شهر هو شويه يعني بزاف. وعلاش واش زيرتي الريجيم ولا شنو؟ الريجيم والسبور بجوج. درتي الريجيم والسبور. دابا خفتي انك تعاودي تزيدي داك الوزن؟ في رمضان انا بزاف ما كنعسش بالليل وكنبقى ناكل. ايوا انتي قلتيها الحل عندك الحل ها هو عندك غادي نعس في رمضان بزاف واش نعس حتى هو كيزيد في الوزن. ايوا راه قلت الحركه كتزيد في الوزن والماكله. دابا انتي ديريهم بجوج وما بغيتيش تغلاضي. يلا قولي لنا شنو غنديروا لك دابا حنا. يلا لا صراحه في رمضان حتى الماكله لا الراحه مزيانه الراحه ما كناكلش كاع في والو. لا لا الراحه مطلوبه ديك الليل الفوق ديك 10 12 الليل الفوق اي حاجه بانت ليا شي حاجه صغيره شي حاجه حركه كنبقى ناكل فيها بزاف. اللي جات الاخضر واليابس اللي دازت الطريق. لا 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 تبارك الله عليك. شوفي انت الراحه مزيانه في النهار انسان غادي يرتاح غيدير لا سيست ان النهار كوميم راه ماشي سهل دوز النهار فيه 16 ساعه وصايم الانسان يلقى الى القى يرتاح يرتاح ولكن ما غيجبدش ليه العشيه كامله وهو ناعس. لا باش في الليل يقدر ينعس. الافطار غادي نفطر من يوصل الوقت ديال الفطور غادي نفطر غنحس براسي شبعت صافي الجوع مشى صافي نحبس. ما كنظنش انا الا خديتي زلافه الحريره ثلاثه التمرات وكاس د الماء وزلافه د الحريره ديك الوقيته ما كيبغيش يتكل ليا والو. حتى مور الفطور لا فهمتي حنت هذيك الساعه كيخصك تبداي تدابا حنا ملي كنبداو مره وحده كطيح الماكله يعني كتبدا تاكل صافي دغيا كتشبع دغيا. لا خدي ثلاثه ديال التمرات خدي كاس د الماء ارتاحي ماشي ضروري تكملي في ديك الدقيقه والساعه تقدري تجلسي نص ساعه عاد تكمل عاد تبداي الفطور اللي هو فطور فهمتي لالا. اذا ومن بعد منها عاد ايه عاد من بعد منها عاد نقدر ناخذ عاوتاني حاجه اخرى وصافي غير نحس براسي شبعت صافي صافي نحبسو. ماشي شي حاجه اللي وجدناها في ديك المائده ديال الخضر خصنا ندوزو فيها ونوجد غير داك الشيء اللي غادي قد اللي غنوجدو قد اللي غنقدر ناكلو. العين كتشهى قبل ما كتاكل وكنضطروا ان نوجدو شحال من حاجه. اي دابا هادشي اللي كيوقع الانسان ملي كيكون فيه الجوع كيبقى غير يعمر ويزيد 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 ملي تيتحط الماكله كيولي كيقول واش انا وجدت هادشي كله وغادي ما غاديش ناكلو. يعني انسان اذا مسبقا غيعرف انه راه غنوجد هذا القدر والقدر وغاد هذه الكميه نقسم الكميه نقسم الكميه اللي غادي نحطوها وداك الشيء اللي حطيناه الا حطينا زلافه الواحد كملناها دونك سي بون. واخا ناخذ مكالمه اخرى. الو عندنا فاصل واخا اذا سمحتوا مستمعينا غادي نديروا فاصل اعلاني ونرجعوا دائما استقبال مكالماتكم الهاتفيه. ورجعنا لكم مستمعينا دائما مع اسماء زريول اخصائيات الحميه والتغذيه. اليوم كنتكلموا على شنو هي الاستعدادات من حيث التغذيه الشهر ديال رمضان الكريم وكذلك شنو هي السلوكات الغذائيه الخاطئه اللي ممكن نقوم بها في شهر ديال رمضان واللي ممكن تاثر على الصحه ديالنا. قبل ما نمشيو للسلوكات الخاطئه نمشيو معنا مكالمه. الو الو صباح الخير سي سناء. صباح النور ام بسمه من الخميسات. مرحبا ربي يخليك. صباح الخير عليكم ومبروك هذا الشهر اللي الله يبارك فيك. الله يدخل علينا وعلى جميع المسلمين الصحه والعافيه. يا رب امين حنا وانتم ما شاء الله. مرحبا لاله. شكرا على النصائح اللي كتعطينا. الله يبارك فيك لاله. كنستافدوا منك بزاف زعما مع النصائح ديالك كنستافدوا بزاف في التغذيه. ايوا هذا هو الهدف ان شاء الله هو ان الاستفاده تعم وان كل شيء تكون عنده ثقافه غذائيه ان شاء الله. الحمد لله ولا عندنا زعما طبيب عندنا في الدار. الحمد لله. الحمد لله. بنسولك غير على بالنسبه لوجبه الافطار في رمضان انا كندير الشلاضه تيكون عندي ديما مشكل دابا في الايام العاديه كيكون عندي عادي الكرش ديالي مزيانه في رمضان تيكون عندي القبض بزاف. كندير تفصيل ديال الشلاضه ديما في الفطور ضروري. ممتازه لاله تبارك الله عليك. الشلاضه الخضر منين درته لقيت راسي مزيان. لا ممتاز والعصير والحريره كنصبها مره ما كنشربهاش. المهم ديك الشلاضه ولات عندي عادي ضروريه. عاده ماشي اشكال شي حاجه واخا الناس دابا حنا تعودنا نفطروا بالحريره. لا مع الاسهل الا فطرنا الا ما فطرناش بالحريره ماشي مشكل.
نقدروا نديروا الصالات غير ولف ماشي ضروره كما داروا الناس. حنا غادي نديروا غنديروا اللي غنسمعوا للذات ديالنا شنو هي محتاجه. ولقيت عليه يا زعما لقيت مزيان الراحه ديالي الحمد لله. اذا غتبعي هذه القضيه اللي كديري انك ديري شلاضه وتقدري انت في البدو ما غتبديش بشلاضه غير البدو كاس العصير ما الحليب ما كنقدرش نشرب. غتبداي بثلاثه تمرات وكاس د الماء حنت حتى التمر غني بالالياف وغيعاونك اولا انك محتاجه ديك الساعه لواحد السكريات اللي خصها يطلع لك السكر في الدم. هذيك الساعه غتجيك من التمر وغادي تحتاجي الماء. اذا غتبداي بثلاثه تمرات والماء وعاد غادي تاخذي شلاضه. حنت شلاضه ما غاديش تطلع عليها هذيك الساعه السكر في الدم. يعني كيحتاجوا السكر هو الاول يعني ناخذوا تمرات مع الماء وديك الساعه السكر اللي في التمر ياخذ داكشي اللي كيرتاح فيه وكيف كيرتاح فيه بالنسبه للعاده مزيانه تستمر عليها الشلاضه ديال الخضره. نعم واخا ناخذ مكالمه اخرى معنا وفاء من مراكش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وفاء. كي دايره لسنا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بارك الله فيك الحمد لله. كي دايره الدكتوره اللي معاك؟ أيه. مرحبا لله. مرحبا. انا بالنسبه لي عندي تساؤل بالنسبه للحريره تاع رمضان. يعني انا كندير واحد الحريره كندير الحمص والعدس ولكن ملي كنبغي ندورها كندورها بالزرع بالدقيق ديال الزرع. بالدقيق ديال الزرع ولا بالنخاله؟ ايه كندورها بالدقيق تاع الزرع وما كنديرش فيها مطيشه. واجي والنخاله كاينه في الدقيق ديال الزرع؟ كتكون فيه شويه حيت عاد الحريره كتجي خفيفه كتضرب في المعده. واخا ما كيكونش داك سميتو. وعندي سؤال اخر بالنسبه للشباكيه. دابا الشباكيه كتقلع في الزيت وهذا يعني كتكون مضره. كنت تعطينا شي طريقه عليها وبغينا حبدا يعني النساء يعطيونا شي شباكيه اللي الاقل تكون مطهوه في الفرن. يعني طريقه شي شباكيه تكون في الفران ونديروها في العسل الحر من الافضل. واخا وفاء ما تلتي غير الموجود ان شاء الله. عفاك انا عندي واحد الاسئله المدام حوري الله يخليك. واخا لا سمحتي نرجعك للستوندار وفاء. واخا نرجعك للستوندار وسجليها التساؤلات. شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. تكلمت على الحريره ومن بالمفاهيم المغلوطه وان الحريره كناكلوها كتكون تقل علينا وكاين اللي كيولفها يوميا كاين اللي ما كينوعش يعني في الانواع ديال الشوربات. يعني ما كنمشيوش للشوربات كنبقاو غير في الحريره لانه كنقولوا يعني في المائده ديال الفطور اللي ما فيهاش الحريره بحال شي حاجه ناقصه. وكنعرفوا الحريره القوام ديالها فيها العدس فيها الحمص. دابا اللي كاين هو ان هاد الحريره كيفاش انا بغيت نفهم كيفاش اللي يشرب جوج زلايف وثلاثة كيفاش ما غدروش هاد الحريرة. يعني هادي راه مسألة تحصيل حاصل. دابا ربما في الأيام العادية يعني على طول السنة كنتشهاو الحريرة كنديروها مثلا مرة في 15 ولا مرة في الشهر يعني كنتشهاوها ممكن نشربوا جوج زليفة ثلاثة ولكن الحاجة اللي غنشربوها يوميا كنجي صعيبة بزاف. دابا اللي تيوقع أن الحريرة فيها القطنيات الحمص والعدس وهذا هذوك الحمص والعدس حنا ما تناكلوش العام كامل تناكلوه مره فين يعني المصارن ديالنا ما تيكونش مولفو كنجيو ليه النهار ديال شهر رمضان وكندير الحريره راه فيها هاد العناصر هادي وتنشربو كنقول لها اجي المعده هاكي راه العام كامل ما ضقتي لا حمص لا عدس دابا نعرفك لا هو عوضو ما فات الحمص والعدس ونبدا زلافه زلافه ويوميا وبنفس الشكل. راه الا خديتي الحمص والعدس خديتي الحريره وفيها الحمص والعدس درنا القياس راه تنديروا واحد الكميه صغيره وكلينا غير زلافه وحده راه ما غاديش ضرنا بحال الا كلينا جوج زلايف وثلاثه وكاين اللي حتى الرابعه كيزيدها ما غاديش يضر ما كيقدرش كاع يتحرك ولا يمشي ما يقدرش يعني يصلي التراويح ولا يعني كتكون صعيبه بزاف. الحريره كحريره هي من المكونات ديالها راه الا جينا نعدوهم راها مناسبه. يعني بغيت نعرف شكون اللي اختارها بغيت نعرف شكون اللي اختار هذه الحريره لانها واحد الماده اللي الغيبون كتستجيب للحاجيات ديال الجسم ديال الصائم. يعني فيها الماء اللي حنا كنحتاجو كنكونوا صايمين ها السوائل فيها ديك السكريات اللي هي بطيئه اللي هي ديك داك الطحين اللي كندورو به فيها الخضر خضر ورقيه فيه مطيشه يعني راه هذوك حتى هما خضره فيه القطنيات اللي هما فيهم بروتينات نباتيه كنزيدوا ليها طريفه اللحم هذيك طريفه اللحم مع شويه ديال كيعطينا البروتينات من اصل نباتي. يعني ملي كتجي تقلبي كتلقاي واحد الغذاء كامل متكامل
ولكن نشربوا منه زلافه وحده. يعني اللي مولف الحريره في شهر ديال رمضان ما يمكنش يعني من نهار الاول رمضان حتى نهار الاخر رمضان ممكن انه يشرب زلافه. يشرب زلافه وبركه ويزيد ياكل داكشي اللي مع سميتو. هنا كنهضروا على الناس اللي كاينين شي ناس اللي عندهم مشكل هما في الجهاز الهضمي ديالهم، هما عندهم مشكل مع مطيشه، عندهم مشكل في المصارن، عندهم مشكل يعني الجهاز الهضمي ديالهم ضعيف. العيب راه ماشي في الحريره، العيب في الجهاز الهضمي اللي راه ضعيف. هاد الناس هادو بحال هاد السيده اللي اتصلت دابا شنو قالت لك؟ حنا انا كنحيد المطيشه. كتحيد المطيشه ربما لانك كتحس بها الا كلاتها الدرها ولا مثلا الدرها هي في المعده، فحيداتها وكدير الدقيق ديال الدور بالطحين. بالطحين كدير الدقيق ديال الزرع. دابا اللي مهم انا بالنسبه لي دارت الزرع ولا دارت الفرس راه بحال بحال، اللي مهم هي انها تقدر كاع تحيد الزرع والفرس وتدور بالنخاله. بالنخاله دور بهذيك الحريره ولا تشد الخضره تطحنها، يعني تشد بطاطا مع خيزو مع قدها وتعقدها بهذيك لا ليزون اللي كتسمى لا ليزون في اللونغاج ديال المطبخ. هذيك التدويره غادي تدورها بالخضره. وهنا كان ها هي عندنا حريره ولكن بواحد الشكل اخر اللي شويه قريب لاسوب. هذه بالنسبه تكلمنا على الكميه ديال الحريره ممكن ناخذه في النهار على مائده الفطور، وبالنسبه يعني الحريره ممكن يعني الحريره المغربيه تكلمنا عليها. بالنسبه للانواع ديال الشوربات اللي كناخذوا، كاين اللي كيدير الحسوه، كاين اللي كيدير السميده، كاين اللي كيدير الشوربات الخضراء، الشوربه بالحوت يعني والقمرون، هادو كيكونوا فيهم الماء غالب على الخضراء ولا غالب على احنا الاساس في التغذيه هي التنويع. ولا الانسان لقى انه يقدر ينوع وعنده قابليه انه مثلا داك النهار يدير البلبوله بالحليب، نهار اخر يدير واحد الصوبه بد الحوت، نهار اخر يدير سوب شينواز، يعني نهار اخر يعني الى نوع ما عندناش حتى هو مشكل. ممكن انك تنوع وبهذه الطريقه هذه وما يكونش عندنا مشكل. المشكل في الكميات ديال الماكله اللي كناكلو، راه تناكلو بلا حساب. راه الاغلبيه كتجي كتقول لي شحال كليتي وكليت تشبعت كليت ما كنبقاو ناخذوا من هذه ناخذوا من هذه كيجيبنا الله بحال راه كميات. دابا حنا ما نحسبوش شي، الا غناكلوا كاع ما تحسب اسيدي شنو انت جالس كتاكل، غير اسمع غير راسك شنو شبعتي. اي والله ناكل من ناكل حتى يجيني الجوع، ومنين ناكل حسيت صافي راسي شبعت ايوا نرجع للور. راه ماشي ضروري نكمل هذيك الماكله كامله، باش نتعلم مره اخرى منين نجي نطيب غير لقد داكشي اللي غادي ناكل ونقتصد. راه كاين شي مثل تيقول لك الاقتصاد من الكوزينه تيبني المدينه، ولا فنطبقوها هنايا. وبصراحه هو كان القياس ديالنا ما كنشدوش من الاول، كنبداو نشهاو اكثر، ومن بعد ملي كنستانسوا بشهر ديال رمضان ديك الساعات كنبداو نقصوا من الكميه، وحتى يعني العيالات يعني في اللي كيكونوا في الكوزينه راهم تيبداو يعياو الله يحسن العون. ديك الساعات تيبداو هما القياس وكيتحكموا النهار كامل وهي واقفه في الكوزينه. طيب طيب تبارك الله العيالات ديال المغربيه تحادين وما تيبغيوش يشريو الحاجه من الزنقه، كيصايبوا تبارك الله كيصايبوا في الدار. ولكن سولت على السؤال ديال الشباكيه، قالت لك بغات تعرف الفوائد يعني المضار ديالها. فيها كتقول لك يعني كتكون في الزيت، لا هي في الزيت حاجه اللي ممكن نعوضها ان شاء الله. نعم شي اقتراح اللي يخليها ديك الشباكيه تبقى مزيانه وتقدر تطيح في الفران. ولكن الا بغات كاع تقلي هذيك الشباكيه كاين بعد الزيت يكون يعني تقلي فيه قليه وحده، ومني تقليها ما تخليهاش حتى يعني غير تشم الريحه القلي، غير يعني يلاه تشم ريحه القلي نحيدها وتسقطر مزيان من الزيت. تسقطر مزيان من الزيت وتقدر، ولكن هذه الطريقه راه ماشي معنيتها راها ولات بارفيت، راه ديك الشباكيه ولات صحيه، ولكن كنقصوا ما امكن من المدار ديالها. اذا مستمعينا غادي نديروا ورجعنا لكم مستمعينا دائما مع اسماء ازري والاخصائيات الحميه والتغذيه. اليوم كنتكلموا على الاستعدادات الغذائيه لشهر رمضان. نمشيو شويه للسلوكات الغذائيه الخاطئه اللي ممكن نقوموا بها في شهر رمضان واللي ممكن تاثر على الصحه ديالنا. فكيف قلنا ما خصناش، تكلمنا على العصائر اللي كناخذوها بكميه كثيره، تكلمنا كذلك على الحريره. نتكلموا مثلا بالنسبه كاين جوج الانواع، كاين جوج الفئات ديال الناس. كاين اللي على مائده الفطور كتكون يعني مشكله ما بين المملحات يعني بحال البيتزا لي شوسون، هادشي اللي كيكون شويه خفيف يعني من ناحيه الاكل ماشي من ناحيه السعرات الحراريه. وكاين اللي مباشره وخصوصا يعني الرجال يعني كي متعودين انهم خص ضروري يكون الحوت بالانواع ديالو على المائده ديال الفطور. كاين اللي ضروري كيدير بحال غادي ياخذ الغداء يعني شلاضه كياخذ طاجين اولا مرقه وديسير، يعني ما كيدخلش
في الحوايج اللي هما ملاحات في المائده ديال الافطار. مزيان يكون التنويع، ولكن التنويع اللي غادي يكون غادي يكون تنويع صحي، فالناس اغلبيتهم تجي تاخذ كيف ما قلتي الاشياء اللي خفيفه. انت ما تفهمي ان هذاك الشيء ماشي اشياء خفيفه، نتكلمنا عليها مرارا وتكرارا. اما الناس بحال دابا دوك لي كرواسون دوك لي شناك اللي كيكونوا هذيك سهله في الماكله، كتقدر فاسيلمون تاخذ جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، وهذوك راه الكميه ديال الا خديتي جوج طواصل الشلاطه راه ما غادي كيساوي يمكن شنيكه ولا جوج ديال الشنيكات. يعني بغيو من هنا بيتزا من هنا يعني كندون بزاف. اذا حنا الا غادي ناخذ اول حاجه المولات الدارني غتكون كطيب دائما، الا غادي تصايب بريوات ولا غتصايب دي شناك دائما اصغر حجم ممكن، يعني كميه اصغر حجم ممكن، باش حتى الانسان كيبغي يذوق من الحاجه اللي مالحه ويذوق من الحاجه اللي حلوه غادي يذوق، غادي يذوق كميه اللي هي صغيره. ومني تجي تحط عاوتاني في طبيصلات صغار، حيت كما قلنا العين اللي كتاكل ما حد هذاك الطبسيل عامر ما حد غيبدا يزيد ويبدا يعاود. مساله اخرى هي ان الانسان اللي بغى يفطر بالحوت يعني بغى يبدل هذاك لاغوتين اللي هو مولف يفطر به، وداك النهار لقى الحوت بغى يفطر، ما عندناش مشكل ملي كيكون الاختيار صحي للاكل ماشي مشكل نزيدو في الفطور، ولكن القاعده هو انك في الفطور نتبع القاعده اللي قلنا هي ثلاثه ديال التمرات مهم عدد فرضي، نتبعوا السنه وناخذوا معاه الماء هو الاول، وعاد هذيك الساعه كل واحد وشنو هو شنو تشهى وشنو بغى ياخذ، واش تشهى الحريره ولا بحال السيده قالت لك انا شلاده خاصني ناخذ شلاده باش على وليت لا كونستيباسيون، ولا واحد اخر بغى يدير الحوت غير الحوت بلا ما نقليه. دابا حنا الصهد والقلي اصلا راه يعني اما الفران ولا مشوي الفران، نعتمدوا كل شيء في الفران، بغينا نصيبوا بريوات نصيبهم بالفران. دابا انا هنايا كندير دعوه للنساء تبارك الله الحد قالت لي كيتصلوا بلا لا مولاتي عندهم يعني تبارك الله تجربه كبيره في الميدان ديال الطبخ، فيحاولوا يجربوا لينا شهيوات بهذه الطريقه هذه، يعطيو وصفات اللي دائما في الفران، وتبارك الله راه تيجي وصفات يعني اللي زوينين واللي كيف اللي قلت على ذاك يعني مثلا القلي في الزيت، يعني مثلا ممكن ناخذوا مثلا هذاك البخاخ اللي كنرشوه يعني كنعمروه بالزيت وكنرشوا، اولا الشيتا مثلا اللي كندهنوا بها نبقاو مثلا نديروا الزيت كتكون اقل يعني ذاك البخاخ كينقص الكميه ديال الزيت ايه، ولاني احسن حاجه هو الا كنت غادي نطيب مثلا مرقه وغادي ندير اللي فيها اللحم بلا ما نزيد الزيت، نتعلم انني نكتفي بهذاك الدهنيات اللي غتكون في ديك المرقه ولا من هذاك اللحم ولا من هذاك الحوت اللي غادي يطيب، راه المذاق راه تيكون حتى هو راه زين، ماشي ضروري نزيد هذيك الكميه اللي كبيره ديال الزيت. واخا اذا غادي ناخذوا المكالمه معنا فتيحه من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام فتيحه، ولا سمحتي في الراديو الله يخليك. الو 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 فتيحه وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك، بغيت نسول الدكتوره. ايه مرحبا. انا ولدت دابا شي 9 شهور زاديت في الوزن ودابا كنرضع، ما عرفتش واش الريجيم كيأثر على الرضاعه الطبيعيه ولا لا. زاديتي في الوزن ولدتي تبارك الله زاديتي في الوزن كنتي شحال؟ 75 فيها. وشحال شحال الوزن شحال من كيلو شحال من كيلو تزاديتي؟ شعود قبل قريبا شي 6 شي 6 خلال ديجا ديجا اون فورم، ولكن ملي ولدت زاديت في الوزن. دابا شحال الطول ديالك؟ متر و تقريبا 58 وفك 75 كيلو زياده واضحه، فانت كديري رضاعه طبيعيه. البني شحال البنيته عندها ولا الوليد؟ 9 شهور. دابا 9 شهور دابا رضاعه طبيعيه، رمضان جاي خصك تكملي الرضاعه الطبيعيه. ما كاينش الريجيم، الريجيم عند السيده اللي كترضع ولا اللي حامله راه خصوصا الريجيم ديال التنحيف راه ممنوع منعا كليا. اذا انت اللي غتحاولي ديريه هو انك تخلي التغذيه ديالك تكون متوازنه، يعني تاخذ الحاجه اللي هي غتفيدها، غتاخذ الخضره غتاخذ لي سالاد بحال هي الحاله ديالها، الا عندها الاختيار بين مثلا كرواسون وبين مثلا عصير ديال الفاكهه الطبيعي غتختار العصير الفاكهه الطبيعي على داك لو كرواسون، حيت العصير الفاكهه الطبيعي غادي يفيدها احسن من الكرواسون. اذا غتاخذ لا كاليتي الجوده في الماكله ماشي غير الكميه. وتشرب الماء مزيان خصوصا دابا في فتره في رمضان غادي يكون يعني الجو سخون و الاغلبيه ديال النساء المرضعات كيقطعوا الرضاعه يعني في غير الرضاعه او الرضاعه راه غتنقص ليها الوزن من الوزن فعلا. ناخذ مكالمه اخرى ماريا من الصويره. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ماريا. مبروك عواشركم. الله يبارك فيك صحه ما شاء الله كل شيء على خير مرحبا بسلامك. الله يخليك. بغيت نسول الاخت اسماء
عندي واحد الدري عنده 3.5 والوزن ديالو 93 الوزن ديالو 12 كيلو والطول 93 طول 93 والوزن الوزن ديالو 12 كيلو وبنسولك على هذا حيت كيبان ليا قصير عنده 3.5 قلتي لنا ياك اييه 3.5 لا تحكي يعني الحقيقه الطول تيبان يعني طبيعي طبيعي 93 3 سنين طبيعي خصوصا دابا خصك تشوف عاوتاني العائله ديالو الوالديه باه مو اييه وبغيت نسولك ثاني حيت شحال هذيك نبغي نتصل بك على المشكل ديال القبض ديالو قلت له راه عييت كلشي تنصايب له بحال هكا شلاضه بالباربه بكلشي ولكن ضروري ليا من هاد المولينات ديال لافارماسي الا ما خداهمش راه صافي ما الملينات ديال لافارماسي حيت اون فوا كتبدايهم اون فوا كتبدايهم وكتولفي ليه صافي هذيك هي الطريقه اللي كتولي يدير بها التواليت اذا هي خصها دابا بعدا تاكد ما عندوش شي مشكل في الجهاز الهضمي ديالو يعني ما عندوش شي مشكل خلقي يعني كيكون داك المسران طويل ولا اللي كيخلي ليه هاد المشكله ديال القبض ملي غنتاكدوا ان ما كاينش هاد المشكل هذا هذيك الساعه غادي تحاول تولي تقاد ليه دائما الماكله ديالو يعني دائما دير ليه الخضره ديما دير ليه الباربه ديما دير ليه البرقوق دائما على طول الوقت ويجي واخا ما يخرج هذيك الساعه غادي تصبر ما تزربش وتعطيه دير ليه طرق اخرى حنا نعرفوا كاينين شي طرق تقليديه كنديروا في الراس ديال المخرج شويه ديال زيت البلديه يعني تحاول بهاد الطرق تحاول دير ليه مساج في كريستو وغياخذ مده باش بحال تنعاودو نرجعو للمولينات لان كيصعب انه يحبسها حيت هذا هو السبب انه عوداتو عليها الا سمحتي لانه ما بقاشنا الوقت بزاف واكيد مثلا غنستقبلوا المكالمات الهاتفيه تكلمنا على السلوكات الغذائيه الخاطئه بالنسبه للفطور مع على مائده الفطور نمشيو شويه للسحور كاين يعني بسبب ظروف العمل كاين بعض الاشخاص اللي ما كيفيقوش للسحور يعني كيتعشاو مثلا معطلين يتعشاو مع 11 ولا 12 ولا حتى الوحده مثلا يعني مرقة ولا مثلا طاجين على حسب شنو غادي يطيبوا وكاين اللي كياخذ يعني يتعشى وكاين كيتعشى وكذلك كيفيق للسحور ياخذ اتاي وكنعرفوا انه مثلا السحور المغربي دائما اتاي مع البطبوط ولا مثلا مع البغرير ولا السمان ولا الرغيفات هذا بالنسبه وكاين كذلك اللي كياخذ غير ياغورت يكتفي بياغورت او لافلون كنعرفوا دابا كنقلبوا على حوايج اللي هما باردين هما سهلين هو اللي زعما منصح به هو انك دابا اللي القصير اذا الفطور ديال المغرب والسحور جوج وجبات رئيسيه خصهم يتخذوا في الوقت ديالهم يعني حتى في السنه راه ربي قال لنا صومو ورانا كيفاش غادي نصومو يعني التهجيل بالافطار وتاخير السحور قد ما كان السحور خصوصا دابا اللي النهار كيكون طويل النهار دابا 16 ساعه 14 ساعه النهار غادي يكون طويل خاص ضروري تاخير السحور ما يمكنش تقول لي غادي نتسحر مع 12 ونتسحر مع 11 وننعس واش عرفتي شحال من ساعه غادي يصوم الجسم ديالك هادو من الاسباب اللي تخلي حتى زياده الوزن كتكون من مورا رمضان هو ان السحور ما تيتخدش في الوقت ديالو اذا ظروف العمل الانسان مورا الفطور مورا التراويح يحاول ينعس ينظم راسو يحاول ينعس باش يفيق في الوقيته ديال السحور قبيل الفجر يعني في اخر يعني وقت اخر دقيقه غادي يتسحر فيها شنو غادي يتسحر ما يشربش كاس ديال الماء ويقول صافي ولا غير ياغورت وينعس الالبان والمنتجات الالبان مهمه يعني الجسم شنو كيحتاج في هذيك الوقيته باش غادي يحتاج اول حاجه الحاجه اللي ما غاديش يحتاجها نحيدوها بحال ما غيحتاج السكر حاجه حلوه عصير داير فيه السكر بزاف ولا ماكله فيها الملحه الا كنت غنوجد تطويجين من الاحسن ندير اقل كميه ديال الملحه ممكنه باش هاد الشيء ما يجيكش العطش النهار ديال الصيام والسكر ما تجيكش ديك الهبوط ديال السكر بكري راه غيجي ولكن خصو يجي في واحد الوقت متاخر يعني مورا 12 عاد تحس انت بداك الجوع ماشي تاخذ شي حاجه اللي هي حيت شحال من واحد كيقول لك انا تصحرت بكاس ديال العصر وكان حلو وخديت الشباكيه وخديت هادي ومع 8 الصباح حسيت بالجوع علاش هذاك الشيء اللي خديتيه راه ماشي هو اللي خصك تاخذ خصك تاخذ التمر خصك تاخذ الماء الحليب المنتجات ديالو مشتقات الحليب قلتي لنا نعم تاخذ الفواكه
هذا صحون مزيان. ولا تاخذ واحد الطاجين اللي خفيف فيه خضيره خفيفه كان ما تكونش فيها التوابل بزاف, لان حتى التوابل ما مزيانش ناخذها في 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 السحور. ودائما تعلم الوقت ديال الماكله, الوقت ديال الماكله هو الوقت ديال الماكله. راه الا قلنا خصك الوقيته ديال الفطور, تخيل مثلا نقول لك ما تفطرش المغرب ودن لو بلاتي حتى العشاء, راه حتى حد ما غادي يقبلها. هذاك راه هو الوقيته اللي نوضف وقيته يعني على طول الشهر ديال رمضان في نفس الوقيته ديال السحور, نفس الوقت ديال السحور اخر ساعه نحترموا الوقت وشنو غناكل, الكم والكيف والوقت. يعني شنو غادي ناكل وشحال غناكل والوقت اللي غادي ناكل فيه, هذا هو السر ديال الحميه الا بغيتي في شهر ديال رمضان ان شاء الله. اذا سمحتوا مستمعينا نديروا فاصل اعلان قصير, نرجعوا دائما استقبال مكالماتكم الهاتفيه. Non, c'est pas possible. Incroyable, mais vrai. Découvrez Milliardo, le nouveau jeu de la Loterie Nationale dont le jackpot est de 1 milliard de centimes minimum. Et oui, minimum. Croyez en l'incroyable et tentez votre chance. Avec Milliardo, on se permet tout. تجميل, شيوات, وتواصل مباشر مع المستمعات. رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني. نرجع لاستقبال المكالمات الهاتفية. نمشيو لأكادير معنا سعيدة على الخط. ألو وي لالا سناء, اسمع واش مبروك. الله يبارك فيك يا ربي أمين. صحة وسلامة ما شاء الله. حنا وانتوما ما شاء الله, بارك الله فيك سعيدة. بالضبط عندي واحد السؤال مع خصوصيات غدية. زيدي لالا تفضلي. انا عندي في رمضان بحال دابا الا درت بيتزا ولا حرت مقلي ولا شي حاجه ما كنديرش حريره حامضه, كندير غير حريره عاديه خفيفه بالبيتزا ولا شي حاجه. وبحال الا كان بحال دابا القطبان وهداك الشيء في الفطور كثير ما كنديرش عشاء, كنقدر على حساب يعني نبقاو نوازنوا عندنا ميزان مزيان. راه حنا دابا عاد كنقولوا ان فطور ديال الاخر سحور, العشاء ما هضرناش عليه حيت بين هاد الجوج الوجبات تقدر تكون غير وجبه خفيفه ناخذ فيها يمكن اون سالاد, يمكن كل واحد على شنو بغا شنو تشهى. يمكن ما خديتش الحريره مع الفطور ناخذها في هذيك الوقيته اللي بين بين الفطور والسحور. يعني دائما غادي تكون واحد الوجبه اللي هي اون كولاسيون, يعني وجبه صغيره. عندي الحريره حامضه ما تنديرهاش بحال دابا في رمضان كله كنديرهاش خمسه المرات, يعني ما تشربهاش بزاف مرات شحال. ولكن كديري عاوتاني بالتشيشه, كديري حوايج اخرين. كندير بالتشيشه ولا لاصوص بالحوت ولا ماشي مشكل اذا ما كانوش كيشربوها. ها انت راكي كتعوضي نوعه وبتوازن بالتوازن, درتها خمسه المرات الاخرى غديرها. نعم لا لا الفطور ليا في الفطور مزيان ما تيبوش العشاء, العشاء ما تيبوش الصحه طبيعي كيك مع رايبي ولا لا 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 هذا فطور ماشي لا سحور عفوا سحور اللي ماشي صحي. كيكا لا كيكا خصنا الخبز, الا بغاو ياخذوا الخبز كامل ولا البطبوط مصايب بالخبز كامل. ريبي لا حلو مشقات ديال الحليب, مشقات الريبي ماشي مشقات لا ناخذوا المشقات ديال الحليب, المشقات ديال الحليب فرماج ياغورت مثلا ياغورت طبيعي ما يكونش ولا اللي كيتصايب في الدار يكون الريب بلدي ولا اللي ما فيهش السكر. نديروا فيه قطعه ديال التروفه ديال الفواكه, ناخذ فاكهه معاه الحليب سكر طبيعي مع المزهر حتى هو كيجي لذيذ. ايه نقدر نتسحر حتى بسايكوك الا بغيت مع دابا الصهد وهذا نقدر نتسحر الصباح بسايكوك. شوف العادات الغذائيه الاهم حاجه الملح والسكر والحاجه المقليه الصباح واللي من السماء نحيدها والصحر سيدي باش ما بغيتي. نرجعوا بالنسبه للكميه ديال السكريات اللي خاص اللي كتحتاجها الجسم ديالنا يعني خلال اليوم, يعني ما بين الفطور حتى للسحور. كنعرفوا تبارك الله الصعبيه يعني كاين شهيوات يعني الاكلات والحلويات على المائده ديال الفطور ديال رمضان اللي كتكون خاصه برمضان من سلو شباكيه بالانواع ديالها, كاين المقروط على حسب المناطق والانحدارات يعني كل واحد وشنو كي, ولكن كلهم كتكون فيهم في الغالب كيطفوا في العسل تيكونوا حلوين تكون فيهم سنيدات تكون فيهم سكر كلاسي كناخذو بكميه كثيره. كيف قلتي حنا ما كنحتاطوش لانه كنقولوا راه غير جوج شباكيات اللي خدينا, عاوتاني مور التراويح ممكن ناخذوا اتاي مع سلو كتكون ديك الجلسه هكا مع العائله ولا مع يعني كتكون حلوه كنبغيو مثلا شي حاجه نتقاسموا نشركوا الماكله وحنا كنهضروا يعني كنزيدوا كذلك ناخذوا طرفات ديال المقروط وحنا غاديين حتى كنوليو البريوات كذلك ديال اللوز تكونوا حلوين او ديال الروز حلوين. دابا الكميه ديال السكر
مع الفطور كنحتاجوا السكر دابا الكميه والطبيعه ديال هاد السكر اللي غادي ناخذوه. شمن ان السكريات كنقولوا كاينه السكريات البطيئه والسكريات اللي هي سريعه. في الفطور كنحتاجوا السكريات سريعه، ولكن شنو السكريات اللي كنحتاجوا ليها فعلا؟ كنحتاجوا السكريات اللي في التمر كيف ما قلت، اللي في الفاكهه، السكريات اللي تتكون طبيعي. مثلا هذاك السلو اللي كندير نقدروا ناكلوه في الفطور مزيان، لانك دائما كنكون نهار كامل استهلكنا واحد الطاقه اللي هي كبيره، الجسم محتاج انه يعوض هذاك الهبوط ديال السكر يرجع للطبيعه ديالو وبسرعه. هذا هما الشروط اللي خص تطيب الجسم بالماء بسرعه، والسكريات اللي غادي يردوا مستوى السكر في الدم بسرعه. اذا لا باس الا خدينا ثلاثه تمرات، عارف غناخذ الشباكيه، غناخذ ثلاثه د التمرات وناخذ الشباكيه، ولا غير ندوق من وحده الا كانت كبيره، ولا ناخذ وحده صغيره نهار اخر ما ناخذهاش، نهار اخر نقدر ناخذ سلو فيه السكريات، كيدار فيه السكر كيدار فيه العسل، نقدر ناخذ معلقه ولا جوج منه. هادو سكريات اللي غنقدر نحتاجهم، وهذه الكميه اللي غادي نحتاجها يعني بصفه عامه، يعني بغض النظر كاين الاحتياجات كتختلف من شخص لشخص، كاين اللي غادي على حسب الوزن والطول والاكتيفيتي. اذا هادو هما الكميات بصفه عامه اللي غادي نقدروا نحتاجو، بعكس ان في الفطور اللي هو الفطور المبكر ولا السحور ما كنحتاجوش هذا الشيء. هذا السكر هي اخر حاجه ما ناخذوش، غادي ناخذو خبز صحور. كامل غناخذو السكريات اللي هي بطيئه فين كاينه في الخبز الكامل، في الدشيشة، يمكن حتى في الحريره لان كيكون فيها خضره، يعني هذا الشيء اللي كيكون اللي كنحتاجو. وما كنحتاجو السكريات بسيطه، ما كنحتاجوها، كنحتاجو السكريات المعقده اللي كتكون في الخبز في الارز الكامل. نقدر ندير الرز بالحليب مع السحور ولا لقيت الارز الكامل يكون حسن. هذه هي القاعده كيف ما قلتي، اللهم نحتاطوا بهذه الطريقه للسلامه الصحيه، انه في الغالب يعني نتمنوا الشفاء الجميع وان شاء الله الله يعافي الجميع. في الغالب يعني كاين اللي عنده قابليه يعني باش يتصاب بالمرض ديال السكري، وكاين اللي كيسالي رمضان كيرجع للتحريك كيلقى على انه مثلا نسبه السكر طلعات او لا راه اصبح يعني الناس اللي كيعانيوا من مرض السكري. اللهم الواحد يحتاط بهذه الطريقه. فكاين هذه المساله اللي قلتي، السكري النوع الثاني غالبا مورا شهر رمضان ما كيكونش عارف راسه في السكر، وكيكون يلاه بدا يمكن قبل رمضان، يعني بدات ديك غرام 14 غرام او 15 كيجي رمضان، كنطيحوا على هاد الشهيوات ديالنا، قلت الحركه النهار طويل الصهد ما يمكنليش نتحرك، شنو تيوقع؟ السكر كيولي بلاص واحد 14 كيولي واحد ونص، تيولي يقدر يطلع حتى لجوج، كنطيحوا في المشكل ديال السكري النوع الثاني. في حين ان رمضان راه الى صمنا بالطريقه اللي بالسنه النبويه الصيام اللي هو صحيح، راه الا كان فيه بدايه ديال السكري النوع الثاني يقدر يتعدل في رمضان. الا كانت في البدايه يعني المراحل الاولى قبل ما ياخذ الدواء، قبل ما ياخذ يمشي كاع عند الطبيب، يقدر يتعالج في هذيك المرحله. غادي ناخذ اخر جوج مكالمات معنا. كوثر، الو كوثر. الو، انا معك اختي. اييه تفضلي يا كوثر، اللي عندك شي تساؤل. بغيت نسولك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، الله يبارك فيك. اختي بغيت نسولك بعدا على بنتي، اختي بنتي ملي كنمشي لمراكش، فين ما كنمشي لمراكش الا وكيمرضوا لي ليها مصرنا تعود اللي كانت الضره. عرفتي اختي واش من الماء ديال مراكش ولا من؟ انت غادي تجربي، غادي تحاولي ديري واحد المساله، هو انك الا شكيتي في الماء راه احتمال، لان الماء من مدينه لمدينه راه تيختلف. الا شكات في الماء ما تعطيهاش تشرب الماء ديال الروبيني، تعطيها الماء النوع من الماء معدني، ماء معدني طبيعي ماشي لو دو طابل، الماء معدني طبيعي. تحاول تجرب ليها هذا الشيء، تشوف هي واش كتولي تما كاينه الماكله ديالها، شنو كتولي كتاكل تما، واش شي حاجه ما موالفاش تاكل في دارهم، واش بعض المرات غير داك الجو، التغيير ديال الجو في ديك البدايه ديال التغيير ديال الجو، دائما السفر كيصحبوا اما اسهال ولا كونستيباسيون. اذا تحاول تشوف اذا كانت هذا الاسهال وهذا المشكل في المصارن ديالها كيكون غير المرحله الاولى، راه هي بحال ادابتاسيون، بحال انتغرافيك يلا كتولف، غير غتولف راه غادي ترجع كما كانت، لان السفر كيتسحب بهذه المشاكل هذه. سناء، من هو اخر مكالمه معنا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره اختي سناء؟ الحمد لله، الله يبارك فيك يا سناء. مبروك عواشركم. الله يبارك فيك، شكرا لك. الاخصائيه اللي معاك مباشره، تفضلي.
الله يخليك. بغيت نسولها عندي جوج تساؤلات. تفضلي لالا. عندي جوج وليدات تويمين، واحد فيهم كياكل مزيان والاخر الماكله ديالو دائما ناقصه، دائما الطبسي ديالو ما كيكملوش. وبالنسبه للتساؤل الثاني عندي، بغيت نسول على حساب الفران ديال الضو، واش ما كاين فيه حتى شي مشكله الا طيبنا فيه؟ واش بحالو بحال الفران ديال البوطه؟ لا ما تخافيش منه، بالعكس الفران ديال الضو هو واحد الطريقه اللي هي زوينه ونقيه امنه ايجيني اكثر من الغاز واكثر حتى من الفران ديال العواد. اذا ما تخافيش من الفران ديال الضو. الوليد اللي عندك بجوجهم واش كاين شي واحد ناقص في الوزن؟ هذا اللي ما تياكلش مزيان. ناقص بزاف في الوزن. هما توأم وليني بيناتهم شي تقريبا 800 غرام، وليني واحد اللي زاد الاول كياكل مزيان والثاني دائما الماكله ديالو ناقصه وكياكل. دابا هو الوزن ديالو ودابا هما بيناتهم 800، ولكن كيتعد الوزن ديالو ملي كتمشي عند الطبيب ولا المستوصف تيقولوا لك راه الوزن مزيان ديالهم بجوج واخا الاخر زيد. من نهار زادوا هذاك هو الفرق بيناتهم 800 غرام، ولكن الوزن عموما ديالهم مزيان واخا الفرق. يعني الوزن ديال العموم مزيان، ولكن انا كيبان لي ان الماكله ديالو ضعيفه. بغيت غير نسول واش نقدر الا ما عندوش فرق تقدري تزيدي له دوك لي سيرو ديال لا ما ديريهمش، تقدري تزيدي له الحلبه يعني في اون صافي شلاضه هكا تلوحي ليه شي حبيبات ديال الحلبه. الا ما كانش فيه فقر الدم والطول ديالو كيتزاد فيه بشكل عادي، ولكن ماشي بحال مع هما توأم حقيقي ياك. جميع الاحوال راه التوأم دائما كيكون واحد فيه كيكون قوي وواحد كيكون ضعيف. غير هي تلاحظ ان ما يكونش غوطار في الطول وما يكونش عنده فقر الدم ولا لي سين ديال فقر التغذيه سوء التغذيه بحال دابا الضعف العام، الجلده ديالو مثلا ما ماشي رطبه يعني جا فيها جفاف. الا ما كانوش هاد لي سين هادو ما تخافش من غادي ناخذ اخر اس ام اس، لانه تقريبا هو الواحد اللي كيتكلم على الشهر ديال رمضان، لانه باقي التساؤلات ان شاء الله ربما نجاوب عليها في الاسابيع المقبله باذن الله. سلام سناء واسماء، عفاك انا حامله في الشهر الخامس، واش الصيام غاديش ياثر على الجنين؟ الصيام والمرأة الحامل راه المرأة الحامل خصها ترجع عند الطبيب ديالها استشارة بيت وتشوف الحالة ديالها، وعاد غادي تعرف واش غادي تقدر تصوم ولا لا، وتا الطبيب ديالها يقدر يشوف بعدين هو يشوف واش ما كاينش شي موانع طبية الحالة ديالها، الطبيب الخاص بالحمل اللي متبع الحمل ديالها. ثانيا كيبقى عليها هي واش قدرت تستحمل هذاك النهار، دابا النهار راه طويل واش قدرت تستحملو. يعني داك الصيام ماشي ما كيشكلش ليها هي مشقه كمراه حامله. يعني الا قال ليها واخا راه غتقدر تصوم، ولكن راه في جميع الاحوال الا هي حست براسها صافي تتعيا وكتحس بواحد الحاله اللي هي صعيبه يعني ديك الساعه سبحان الله. يعني ما كنظنش انه مثلا الصيام غادي ياثر على الصيام بالطريقه الصحيحه اللي احنا عندنا بالطريقه اللي كنقولوها تعطل السحور وتفطر يعني بالزربه وتشرب السوائل مزيان، راه ما غادي يوقع حتى شي حاجه الا الا كان عندها شي مواعظ صحيه ولا شي ما كتستحملش، يعني الصحه ديالها ما كتستحملش الصيام. اسماء زري والاخصائيات الحميه والتغذيه كنشكرك بزاف على كل هاد النصائح اللي كتقدمي لنا، نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل. اذا هكذا مستمعنا فقره لاله مولاتي انتهت.